بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وعودة من جديد بعد عيد الفطر المبارك وشهر رمضان الكريم. بالتأكيد بنعود لموعدنا الرسمية بالتأكيد، برنامج الترند في الساعة 5 مساء من السبت إلى الأربعاء. طبعا بنقول لكل السادة المشاهدين وكل جماهير النادي الأهلي والشعب المصري العظيم كل سنة وانتم طيبين، أيام كانت سعيدة. شهر رمضان، شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، بإذن الله إن شاء الله تكون أيامكم دايما سعيدة، ونرجع بقى لمواعيد شغلنا الطبيعية، وبإذن الله إن شاء الله الفترة الجاية عندنا بقى على المستوى الرياضي أحداث رياضية مهمة جدا وراجعين، وعلى مباراة الإياب، مباراة سان داونز والأهلي يوم السبت القادم بإذن الله الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب لوكاس موريبي في بريتوريا. بعد الأجازة بالتأكيد راجعين على أحداث رياضية مهمة جدا، والنادي الأهلي الفترة القادمة عنده أحداث إفريقية في أهمية كبيرة، سواء دوري الأبطال دور الثمانية أو حتى السوبر الإفريقي في الدوحة يوم 28 مايو مع نهضة بوركان. إن شاء الله خلال الفترة القادمة عندنا كواليس وعندنا تفاصيل، وبالتأكيد البعثة سافرت بالأمس استعدادا لمباراة سان داونز، وعندنا تفاصيل مهمة وأخبار عديدة في حلقة النهاردة. وزي ما أنتم متعودين معانا في برنامج الترند الجديد والأخبار والكواليس والمعلومات الحصرية هتسمعوها هنا عبر شاشة قناة النادي الأهلي، عشان كل الناس تبقى عارفة الفترة الجاية الأهلي مقبل على إيه، ايه اهم الصعوبات اللي ممكن يواجهها الاهلي، وازاي الاهلي بيقدر يلعب مباريات سواء داخل الملعب او فيها كواليس خارج الملعب يقدر يتغلب على كل ده عشان يصل للهدف الاسمى وهي البطولات وفرحه الجماهير العاشقه للنادي الاهلي العاشقه للقلعه الحمراء. لكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وزي ما انتم متعودين معانا بنطرح سؤال عشان لازم كل المشاهدين يشاركوا معانا ويكونوا جزء بالتاكيد من حلقه الترند. وجه رسالتك للاعبي الاهلي والجهاز الفني قبل مباراه الاياب امام سان داونز. شاركوا معانا من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، صفحه الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هنستعرض اكبر قدر من الاراء والمشاركات. بالتاكيد حلقتكم شاركوا معانا، وكل واحد بالتاكيد هيقول راي او تعليق هنقوله على الهواء مباشره. لكن نبدا حلقتنا باهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق الاول يخوض مرانه الاول في بريتوريا. وكمان في ترند الاهلي، فرص لحق معلول امام سان داونز صعبه. واخيرا تصريحات مثيره لمدرب سان داونز قبل مباراه الاياب. عندنا تفاصيل مهمه بالنسبه لفريق سان داونز وكواليس مباراه الاياب في بريتوريا، لكن بسرعه نروح لاستعراض مباريات النهارده. طبعا نعود بقى للمباريات، مباريات الدوري الانجليزي، والنهارده في مباراه ايضا في الدوري الايطالي. النهارده الدوري الانجليزي في اربع مباريات، مانشستر يونايتد هيلعب مع فولهام الساعه 7، ايضا في نفس التوقيت ساوثهامبتون هيلعب مع ليدز يونايتد، بعدها بساعة الساعة 8 برايتون هيلعب مع مانشستر سيتي، والساعة 9 وربع الختام تشيلسي مع ليستر سيتي. ليستر سيتي لسه فايز بكأس الاتحاد الإنجليزي، تشيلسي بيستعد لنهائي الشامبيونز ليج الأوروبي أمام مانشستر سيتي. الدوري الإنجليزي طبعا في منافسة لكن في مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكن مانشستر سيتي يمكن الموسم ده عامل نتائج مميزة جدا مع بوب جوارديولا. الدوري الإيطالي الساعة 8:30 لاتسيو هيلعب مع تورينو، هي مباراة وحيدة اليوم. طبعا احنا بنتكلم في منتصف الاسبوع، بتبقى معظم المباريات يا اما استكمال باقي الجولات للاسبوع او حتى مباريات مؤجله، لكن طبعا المنافسه القويه هذا العام بالتاكيد واضحه بنسبه كبيره في الدوري الاسباني، والمباراه الختاميه الاسبوع القادم ما بين بطل الدوري ريال مدريد ام اتلتيكو مدريد. عموما الدوري الاسباني والليجا الاسبانيه هتكون في مدريد، لكن الى اين سيتجه درع الدوري؟ ملعب اتلتيكو ام ملعب الريال سانتياغو برنابيو؟ بالتوفيق ان شاء الله بالتاكيد للنادي الاهلي في مباراه يوم السبت القادم. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نبدا حلقتنا وعندنا تفاصيل مهمه جدا وفقره ترند الترند وابرز الاخبار والمعلومات عن البعثه في بريتوريا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند، معودينكم دايما فقره ترند الترند فيها معلومات واخبار مش هتسمعوها في اي حته الا عبر شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا اخبار البعثه، البعثه يمكن توجهت مساء امس للسفر الى بريتوريا عبر طائره خاصه. الرحله استمرت حوالي اكثر من 10 ساعات لان كان في ترانزيت في اسوان لتزويد الطائره بالوقود. طبعا معالي السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا كان مرافق لبعثه النادي الاهلي من القاهره الى بريتوريا، وكان متواجد مع البعثه اول باول وبيتابع معهم كل الاجراءات وكل الترتيبات. ابرز الاخبار اللي معايا النهارده، يمكن النادي الاهلي بيؤدي مرانه اليوم او في هذه اللحظات استعدادا لمباراه سان داونز في احدى الملاعب القريبه من فندق الاقامه، وبالتاكيد ابتداء من النهارده بدا الشغل بقى والمعسكر المغلق ونظام الفقاعه
طبية في بريتوريا استعدادا لمواجهة سان داونز، والسفر مبكرا جه في توقيت مناسب جدا استعدادا لهذه المباراة، خاصة الأجواء حاليا في جنوب إفريقيا بالمناسبة مختلفة تماما عن الأجواء في مصر. هناك الجو حاليا بارد، درجة الحرارة منخفضة، الجو ساقع، حتى لو تلاحظوا حتى معظم اللاعبين لابسين الملابس الشتوية، الغالبية لابسين ملابس شتوية استعدادا لمباراة إن شاء الله يوم السبت القادم. علي معلول الحمد لله كان يعني موجود مع البعثة، لكن طبعا دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي قال ان علي معلول سيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل تدريجي ابتداء من الغد، لكن فكره ان هو يشارك بشكل اساسي او في المباراه يعني محتاج وقت واستعداد للفتره اللي جايه. الاشعه الرنين اللي اجراها علي معلول قبل السفر اكدت ان في التئام في موضع الاصابه بشكل كامل، لكن خلال الفتره الجايه يكون في مرحله ثانيه من تنفيذ برنامج خاص استعدادا لدخول اللعب وجاهزيته للمباراه، خاصه ان علي معلول بعيد عن المشاركه في المباريات منذ ما يقرب حوالي 4 شهور إلا أسبوع، يعني بتتكلم في فترة بالتأكيد محتاج ياخد برنامج بدني عشان يستعيد حالته البدنية. كمان طبيب الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة اتكلم على تطورات إصابة حمدي فتحي، خاصة كمان أن حمدي فتحي موجود مع بعثة النادي الأهلي في بريتوريا. يمكن من أبرز الأخبار اللي أسعدتنا بصراحة وجود علي معلول وحمدي فتحي. حمدي فتحي يمكن أجرى أشعة أيضا قبل السفر، ونتائج الأشعة أثبتت وجود التئام شبه كامل في موضع الإصابة، لكن نسبة لحاق حمدي فتحي بمباراة سان داونز متوسطة، لكن إن شاء الله بعد مباراة سان داونز بحوالي 6 أيام مباراة نهضة بركان يوم 28 مايو بإذن الله نسبة لحاق حمدي فتحي هتكون كبيرة. حمدي كلنا عارفين ان كان اصابته عباره عن جراحه او اجرى جراحه في الكوع بعد تعرضه لاصابه اثناء وجوده مع المنتخب في مباراه كينيا في التصفيات المؤهله لكاس الامم. السفير احمد الفضلي سفير مصري في جنوب افريقيا رافق البعثه زي ما قلت لكم في بدايه الحديث، واطمأن على اللاعبين والجهاز الفني وجميع افراد البعثه، وكان متواجد وفي حديث مستمر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه، واللي موجود حاليا مع الفريق ان شاء الله في جنوب افريقيا، وايضا هيكون موجود معهم رئيس بعثه في مباراة السوبر الإفريقي. محمد شريف ورامي ربيعة كان لهم تصريحات مهمة جدا، واتكلموا على هدف التأهل من بريتوريا، وان سان داونز فريق يستحق الاحترام، والأهلي بالتأكيد بيسعى لتخطي سان داونز ومواصلة الطريق نحو النجمة العشرة. وزي ما انتم شايفين معايا على الشاشة بعض اللقطات الخاصة والحصرية لسفر النادي الأهلي على متن طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا بالتأكيد استعدادا لمباراة سان داونز. بالتأكيد هذه الرحلة رحلة خاصة وفي ترتيبات مختلفة تماما عن أي رحلة سابقة، لأن أنت عندك مباراة حاسمة ومهمة في مشوار إفريقي، وتليها على طول مباراة السوبر الإفريقي مع نهضة بركان لها إجراءات طبية وإجراءات واستعدادات إدارية مع الاتحاد الإفريقي بالتأكيد. فبالتالي النادي الأهلي كان محتاج خلال 10 أيام دي يكون فيه تجهيزات بالنسبة لرحلة جنوب إفريقيا وأيضا رحلة مباراة السوبر الإفريقي، سواء في الأمر متعلق بجائحة الكورونا أو الأمور الطبية أو حتى الأمور الإدارية واللوجستية. قدمنا طبعا الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة، وبيبقى حريص جدا أنه هو يكون موجود مع الكابتن محمود الخطيب ومع البعثة بالكامل، كابتن سمير عدلي المدير الإداري، كابتن وليد سليمان، كابتن علي لطفي، كابتن محمد هاني، طبعا عدد من الزملاء الإعلاميين، أيضا كمان أكرم توفيق إن شاء الله يكون موجود في هذه المباراة بعد غيابه عن المباراة السابقة، أليو ديانج، زميلنا كريم أحمد بالتأكيد هيكون معنا في تغطية خاصة بإذن الله خلال الفترة القادمة، وآخر الأخبار وآخر جديد بالنسبة لمباراة سان داونز. طيب قبل ما أطلع بقى التقرير وأتكلم على تصريحات رامي ربيعة ومحمد شريف، عندي خبر مهم جدا. الاتحاد الإفريقي لسه يمكن نشره منذ لحظات قليلة من خلال موقعه الرسمي. الفكرة في حد ذاتها تشكيل أو إعادة تشكيل رؤساء اللجان الأساسية داخل الاتحاد الإفريقي، اللجنة المالية، اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية، بطولة الأمم الإفريقية للمحليين، لجنة المسابقات والتراخيص. يمكن أسامي رؤساء اللجان والنواب يمكن تم نشرها منذ أيام حوالي أسبوعين قبل الإعلان الرسمي، لكن برضو يمكن عايز أقول لكم الأسامي في أهم اللجان اللي موجودة داخل الاتحاد الإفريقي. السيد فوزي لكجع مستمر في مهام منصبه كرئيس للجنة المالية، لكن هيكون لي نائب للرئيس معاه السيد أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي وعضو المكتب التنفيذي، هيكون نائب لفوزي لكجع في هذه اللجنة. اللجنة المنظمة لكأس الأمم طبعا بعد رحيل أحمد أحمد أصبح دلوقتي دكتور باتريس موتسيبي رئيس الكاف هو رئيس اللجنة المنظمة، ومعاه 2 نواب أوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي ونائب رئيس الكاف وعضو المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد السنغالي، وأيضا أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري. اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية ونظام التراخيص، ودي لجنة مهمة جدا لأن دي بتظبط فكرة مسابقات الأندية الإفريقية وجدول المباريات وتراخيص واللايسنس المتعلق بتراخيص الأندية المحترفة. كل الناس اللي كانت مسؤول عن هذه اللجنه سواء رئيس او اتنين نواب كلهم اتغيروا. كان رئيس هذه اللجنه كونستاي عمري الكونغولي، بعد رحيله من الاتحاد الافريقي حاليا احمد ولد يحيى الموريتاني هو رئيس هذه اللجنه،
ايضا كمان النواب كان فوزي لجع نائب لهذه اللجنه، طبعا حاليا هو مش نائب لهذه اللجنه، واصبح هناك ماكلين من بتسوانا هو نائب هذه اللجنه، وايضا كمان السيد جابريلا حميدو من نيجر نائب ايضا في هذه اللجنه. لجنه ترخيص الانديه بالمناسبه احد اعضائها بالتاكيد في اخر تشكيل كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اخر حاجه واهم جزئيه، بعد تعيين لجنه الشؤون القانونيه ولجنه الكاف الطبيه برئاسه الدكتور وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي، لا يزال الرئيس متسبي يتلقى اقتراحات اضافيه بشان كل من لجنه التحكيم ولجنه التطوير الفني، والناس كلها تقعد تسال من النهارده لغايه ما يتم الاعلان ازاي ما فيش اعلان او تشكيل جديد للجنه الحكام. طيب يا جماعه عشان الناس تبقى فاهمه، مجلس الخبراء او مجلس خبراء التحكيم المسمى الجديد للجنه التحكيم ده بيتم تعيينه بالتوافق مع الاتحاد الدولي، لان احنا الاتحاد الدولي هو اللي بيدعم هذا المجلس ولجنه التحكيم خلال الفتره القادمه، واخر معايير كان تم اعتمادها من قبل الفيفا والكاف نفذها في شهر فبراير من العام الماضي ان اللي يرأس هذه اللجنه او اللي يشتغل في هذه اللجنه لازم يكون محاضر في الفيفا ولازم يكون حكم دولي ولازم يتم اعتماده اولا بمعايير الاتحاد الدولي. الفكره مش في اللجنة أو مش الفكرة في أسماء المجلس، الفكرة مين مدير اللجنة أو مين الشخص المسؤول عن التعيينات. أتمنى الفترة الجاية زي ما الفيفا بيعين المجلس أو لجنة التحكيم بمعايير، مدير اللجنة والمسؤول عن التعيينات اللي هو حاليا بيشغله إيدي مايي يكون شخص بنفس المعايير اللي هيتم تعيين بيها مجلس الخبراء، لأن المشكلة مش في الحكام ولا في مجلس الخبراء، المشكلة مين الشخص اللي بيختار الحكام والمسؤول عن تعيين الحكام في المباريات. ودي نقطة أنا اهتميت أن أسيرها خلال الفترة الأخيرة، لأن الناس دايما بتتكلم على مشكلة الحكم حسب ضرب الجزاء، إزاي ظلم فريق الأهلي، إزاي الوداد اتظلم. هي الفكرة مش في كده، الفكرة مين اللي بيعين الحكام في هذه المرحلة، ونتمنى يكون في تعديل في الفترة اللي جاية. طيب محتاجين نطمن بقى على أخبار البعثة والجديد في بريتوريا. نذهب بالتأكيد إلى جنوب إفريقيا في بريتوريا، معالي السفير سفير مصر في جنوب إفريقيا السفير أحمد الفضلي. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشة قناة الأهلي. ألو بحضرتك بالسادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. وطبعا حضرتك كنت موجود مع البعثه منذ ان توجهت من مطار القاهره الى بريتوريا، وكنت متواجد دايما مع الكابتن محمود الخطيب واخر الاجراءات والترتيبات. عايز اطمن من حضرتك عن اخر الاستعدادات وترتيبات البعثه والدور الكبير اللي بشكر حضرتك عليه بالتاكيد اللي قايمه بيه السفاره المصريه مع بعثه الاهلي في جنوب افريقيا. يعني ابتداء دايما موجوده هنا بتيسير استباد البعثة وتقديم كافة أوجه الدعم ليها، لأنه دي مباراة هامة بالنسبة للإقامة والانتقالات كل الضوابط التنظيمية تمت على الوجه حتى الآن. ما بقاش دلوقتي بنتكلم على كافة، خلاص بدأ برنامج الإعداد للمباراة القادمة إن شاء الله النهاردة أول يوم الفريق بعد فترة راحة قصيرة، توجه على طول إلى أو ألو؟ يا عزيز برضو. أيوة يا فندم. معالي السفير إحنا بس ممكن يعني نتحرك لمين أو شمال عشان موضوع الشبكة بعد إذن حضرتك. سمعني يا فندم؟ أنا سامع حضرتك. اتفضل يا فندم. بالنسبة للترتيبات اللي الحمد لله الفريق بعد الوصول توجه مباشرة مقر الإقامة، بعد فترة راحة قصيرة توجه للملعب علشان التدريبات بتاعته عليها وفقا للقواعد والأصول المرعية في هذا الخصوص. طيب اهتمام الاعلام في جنوب افريقيا ومسؤولين نادي صن داونز بالتاكيد باستقبال البعثه، اكيد السفاره المصريه كان في تنسيق وترتيب لهذا الامر سواء مع مسؤولي صن داونز او حتى مع مسؤولي النادي الاهلي قبل السفر خلال الفتره السابقه. مدى التنسيق ومدى التعاون اللي ممكن يكون موجود من مسؤولي صن داونز ومن الاعلام كمان واهتمام الاعلام بهذه المباراه يوم السبت القادم؟ مسؤولي صن داونز كانوا موجودين في مصر قبلها في مباراة الذهاب، وكان التنسيق والتعاون قائم ما بينهم وما بين مسؤولي النادي الاهلي بصورة كبيرة جدا، كانت محل تحضير مسؤولي صن داونز، وبالمثل هنا
ايضا في التنسيق ما بين الجانبين. بالنسبه للسفاره المصريه، السفاره المصريه دورها فيما يتعلق بمباراه الذهاب كان مباراه تيسير اجراءات وصول بعثة نادي سان داونز على تاشيرات الدخول للاراضي المصريه. تمام. لكن بالنسبه لهنا طبعا التنسيق بيبقى اعمق واكبر، لانه النهارده الفريق المصري خلال الفريق الاهلي النادي الاهلي هو اللي موجود هنا، وبيبقى فيه قدر اكبر من التنسيق بالنسبه للاجراءات اللي أكيد. آخر سؤال معالي السفير، طبعا احنا عارفين جائحة الكورونا بالتأكيد بتمنع حضور الجمهور، هل ممكن يكون في مستجدات في هذه المباراة ولا نفس الأمور اللوجستية اللي بتحصل في جنوب إفريقيا في كل المباريات بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وإن في حتى مواعيد حظر بتكون في فترة المساء؟ والله كان متوقعين إن جائحة كورونا تختفي فجأة يعني، لكن هي قاعدة معانا بقالها فترة مكملة، وللأسف الأثر بتاعها طبعا نحضر الجمهور ما بيقدرش ان هو يحضر المباريات دي. تمام. شكرا جزيلا معالي السفير. في طبعا الشبكه صعبه جدا اكيد في بريتوريا، لكن بالتاكيد بنشكر معالي السفير سفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا، وكل الشكر لاعضاء السفاره والمستشار الاعلامي حتى اللي بيمدنا بكل الاخبار وكل المعلومات اللي بتنزل في الصحف ووسائل الاعلام. بالتاكيد كل الشكر لجاري السفاره المصريه على الدور اليمين بيه مع بعثه فريق النادي الاهلي. ايضا كمان هيكون معانا بعد الفاصل القادم زميلنا كريم احمد عشان يدينا اخر الاخبار واخر المستجدات من تدريب الفريق. لكن على متن الطائرة كان في لقاءات مهمة جدا أجراها زميلنا كريم أحمد مع رامي ربيعة ومع محمد شريف، تكلموا على مباراة الذهاب وأيضا تطلعاتهم بالنسبة لمباراة العودة يوم السبت القادم. نروح لهذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم فقرات برنامج الترند. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، رحله جديده وتحدي جديد، مباراه العوده طبعا الاهلي وسان داونز في بريتوريا. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه، لكن ان شاء الله بالتركيز والاصرار والعزيمه نقدر نتخطى هذه الخطوه ونصل الى الادوار المتقدمه في دوري ابطال افريقيا. انا معايا واحد من النجوم الحقيقه لفريق النادي الاهلي، واحد كباتن فريق النادي الاهلي، كابتن رامي ربيعه. برحب بيك طبعا يا كابتن رامي، موفقين يا رب ان شاء الله. بطوله صعبه وتحدي كبير وتحدي جديد، لكن الحقيقه يمكن المباراه الاخيره ادت اشاره وادت طمانينه شويه لجمهور النادي الاهلي بالفوز 2-0، لكن المباراه الثانيه اصعب، عدينا 90 دقيقه، فاضل 90 دقيقه، شايف المباراه ازاي وحطنا في الاجواء وكواليس الفرقه يا كابتن رامي؟ لا الحمد لله يعني على النتيجه اللي في مصر، يعني نتيجه مرضيه بس دي خداعه، يعني انت بتلاقي فرقه قويه جدا ولازم تبقى مركز لها ولازم تبقى واقف على رجلك 90 دقيقه هناك، لان الماتش مش سهل خالص يعني بعيد عن النتيجه 2-0. انا كرامي بفكر ان انا خسران في ارضي 2-0، فانا لازم اروح اموت نفسي هناك ان شاء الله، اعمل كل اللي عليا، ويعني اللعيبه كلها مركزه التركيز ده، لان انت هناك يعني جون بيجي في ثانيه، وانت هناك لعيبه محترمه ولعيبه كرتها حلوه على الارض، فانت لازم تقابل ده بقوه وجديه، انك في الالتحامات يبقوا خايفين منك وعامل شايفين ان انت جاي هتعمل حاجه في ارضهم. فانا من وجهه نظري ان انا لازم العب 100% وادي كل اللي عندي عشان يعني يديهم انطباع ان انت جاي يعني تكسب وتحافظ على المكسب، لان انت النادي الاهلي عمرك ما هتلعب في ملعبك غير بره ملعبك، انت بتلعب كل واحد لازم تبقى مركز فيه قوي 100%، ويا رب تبقى النصر لينا ان شاء الله. انا عارف ان اللعيبه مش محتاجه كلام تحفيزي ولا كلام تركيز، لكن كمان رساله مهمه جدا وجود الكابتن محمود الخطيب معانا كابتن رامي، طبعا بقيمته الكبيره وبكلماته البسيطه بشكل كبير جدا، ده بينعكس عليكم ازاي؟ كلماته بتوصل لكم ازاي؟ انقل الاجواء دي لكل جمهور النادي الاهلي يا كابتن. لا طبعا كابتن محمود طبعا وجوده مهم جدا، بيظهر في اوقات مهمة وقليلة، يعني بيوصل مسج فعلا بسيطة جدا وبأقل الكلام زي ما انت قلت، بيقدر يوصل لفكر اللعيبة، لأن فكر اللعيبة برضه هو كلاعب كرة ما شاء الله، يعني أكيد الناس شافت وعارفة أسلوب الكرة الأفريقية كلها يعني، فبيعرف يوصل الكلام كويس، بيعرف إمتى يتكلم إمتى لأ، فوجوده في حد ذاته بيدينا دفعة زي ما حصل في جنوب افريقيا برضو السنة اللي فاتت، كان موجود معانا في ماتش العودة، فلا نتمنى طبعا المكسب لينا ونتمنى الحافز يبقى عندنا اعلى من اللي كان في القاهرة، ودعواتكم ان شاء الله. رامي على المستوى الشخصي يمكن الفترة اللي فاتت الحقيقة مجهود واصرار ورجولة في الملعب، ومش شهادة كريم او شهادة حد، لا دي شهادة جمهور النادي الاهلي، الفترة اللي فاتت كانت صعبة، رامي بيشارك دويتو مع اي حد، ايمن اشرف ورامي، ايمن اشرف وبدر، بدر وربيعه، دي كواليس مهمه جدا ودي الروح اللي احنا بنقول بيها على طول، اي حد بيلعب في خط الدار في خط الهجوم هدفه النجم هو النادي الاهلي.
بالظبط ده اللي بيفرق بيننا، انه يعني بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني، ان اللي اللعيب اللي بيلعب بيلعب عشان خاطر النادي الاهلي، بيلعب عشان خاطر حبه للنادي الاهلي. مش شعارات بس، ده بيبين في الملعب ان انت مهما كنت بعيد او قاعد احتياطي او بره وجهة نظر الفنيه ايا كانت الاسباب، بس لما بتلعب وبتبقى واقف في الملعب بتطلع كل اللي عندك عشان تفرح الناس وتفرح جمهور الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي خيره على لعيبه كتير قوي وخيره عليا كتير قوي وكبير جدا. فده يعني ده جزء بس لازم نقدمه للنادي الاهلي، ان انا اطلع كل اللي عندي. ويعني الفتره اللي فاتت كان ضغط شويه عليا لان انا كنت بعيد فتره كبيره وتراكم الماتشات كل يومين ماتش، فدي كانت صعبه اكتر لان مش جاهز برده بدنيا، بس الحمد لله قدرت ان انا اجهز نفسي بدنيا، الحمد لله قدرت ارجع شويه جزء صغير. ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى الدنيا ماشيه معايا كويس احسن ان شاء الله. فك دايما وبالتوفيق، ومنتظرين منك كمان المزيد يا كابتن رامي ان شاء الله الفتره اللي جايه. ربنا يخليك، شكرا دعواتكم بقى باذن الله. كابتن محمد شريف برحب بيك طبعا في البدايه، وموفق دايما، ويعني كلنا بنتمنى لك التوفيق. جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم الفرقه بشكل عام وبشكل شخصي الحقيقه بيدعمك كابتن شريف على ادائك المميز. حابب تقول لي في البدايه على الدعم والمسانده لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا بشكر جميع النادي الاهلي طبعا على الثقه اللي ان هم بيدوها للواحد. الواحد بيحاول يجتهد وبيحاول يعمل عليه عشان يسعد الناس دي، وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم باذن الله. الكرة اللي دخل فيها يمكن حارس المرمى لسان داونز يمكن اثرت بشكل كبير جدا، وشفنا كمان يا كابتن شريف الكدمه القويه جدا. ال 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 الرجوله والاصرار والعزيمه وشخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي، مهما كانت الكدمه ومهما كانت القوه ومهما كان الكلام، لكن راجل في الملعب يا شريف. قول لي كواليس اللعبه دي بالذات، لان كانت لعبه خطر جدا. والله يمكن انا ما شفتوش، انا كنت برجع بضهري لقيت حاجه كده جامده جدا دخلت فيا. انا الموقف في ساعتها تعبني جدا، حسيت ان انا في حاجه غلط، مش بس الحمد لله الواحد حاول يدوس على نفسه شويه ويكمل الماتش عشان خاطر الفرقه يعني وكده، والحمد لله مش مهم كان شريف يحصل حاجه، المهم ان احنا كسبنا 2-0 وعملنا جيم كويس. بالنسبه لان انت مضغوط جدا في الماتشات الفتره الاخيره، فان انت بتكسب 2-0 ده وفرقه كبيره زي فريق سان داون، طبعا احنا لسه ما صعدناش. ان شاء الله الماتش بتاع بريتوريا ده نطلع بنتيجه ايجابيه ونقدر نصعد ان شاء الله. انا عارف يمكن خلاص انتهت 90 دقيقه ولسه فاضل 90 دقيقه، وال 90 دقيقه الثانيه هي بتكون الاصعب. مدى تركيز اللعيبه نقلهولي، كلامكم مع بعض ازاي يا كابتن شريف، كمان الجهاز الفني بيتكلم معاكم ازاي، ودوافعكم ازاي لهذه المباراه؟ احنا كلاعيبه احنا قلنا يا جماعه، احنا حتى بعد الماتش اتكلمنا جوه، احنا يا جماعه لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه ده شوط في شوط ثاني في جنوب افريقيا. ان شاء الله نركز فيه ونطلع بنتيجه ايجابيه ونبقى شكلنا كويس، مش اللي انت رايح تخسر 1-0 ولا تخسر 2-1 ولا الكلام ده، لا احنا رايحين نعمل نتيجه ايجابيه ونلعب باسم وشخصيه النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يكون فيها مزيد من البطولات والانتصارات باذن الله. الدعم والمسانده من جمهور النادي الاهلي ده هدف بالنسبه لنا، لان الفتره اللي جايه تلاحم كبير للمباريات وخلاص البطوله بتقرب وعندنا بطوله السوبر كمان، فمطلوب ايه من الجمهور الدعم والمسانده الفتره اللي جايه كابتن شريف؟ اكيد طبعا محتاجين دعم الجمهور جدا، ده قدر لعيب النادي الاهلي بيلعب في كذا بطوله، مش بتلعب في بطوله واحده بس، انت لسه خارج من سوبر وعندك كاس، لسه خارج من كاس عالم الانديه وكاس مصر وبطوله الدوري وافريقيا لسه خلصانه اللي هي اللي، فبتلعب بطولات كتير جدا وضغط الماتشات يعني كفايه ضغط الدوري اللي انت ضغطته الفتره الاخيره دي، فان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله كمان بعد ماتش بريتوريا ان شاء الله نصعد ونروح نلعب السوبر في قطر وباذن الله ناخده باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وبعد المباراه بارك لك، وان شاء الله يعني احساسي كده بيقول ان شريف ان شاء الله يكون حاطط هدف او اثنين ان شاء الله باذن الله. الله باذن الله ان شاء الله حبيبي، ربنا يخليك. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. طبعا هنفكر كل المشاهدين والمتابعين معانا فقره ترند الاهلي، بنعرض فيها اهم الموضوعات كمحتوى موجود عبر السوشيال ميديا، بيتكلم عن اخبار الاهلي واخر الصور المتعلقه بمباريات الاهلي وبعثه الاهلي في اي رحلات خارجيه، وبالتالي نبدا ترند الاهلي من خلال بعض الصفحات الرسميه اللي موجوده عبر السوشيال ميديا، نشوف السوشيال ميديا بتتكلم على ايه قبل مباراه سان داونز ان شاء الله. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، نشروا صور وصول بعثه الاهلي لجنوب افريقيا لمواجهه سان داونز وكتبوا جنوب افريقيا نحن هنا، وقدامكم طبعا اربع صور من وصول البعثه في مطار جوهانسبرغ. طيب نروح كمان للصفحه الرسميه اللي في الجول، ونشروا صور طبعا لاستقبال زوجه بيتسو موسيماني للجهاز الفني بقميص الاهلي، زوجه موسيماني تستقبل بعثه الاهلي فور وصولها لجنوب افريقيا. طبعا زوجه بيتسو موسيماني السيده موليرا هي طبعا ليها شغل كبير جدا في الجانب الرياضي والجانب القروي تحديدا ومديرة أعماله، وبالتأكيد كان في استقبال الجهاز الفني الجنوب إفريقي اللي بيقود النادي الأهلي في هذه الفترة، بيتسو موسيماني، كيفين جونسون، كيبي مخطط الأحمال، وموسي محلل الأداء. لكن
محتاجين نطمن اكتر بقى على البعثه واخر الترتيبات لمباراه سان داونز. زميلنا العزيز كريم احمد موجود في بريتوريا، موجود بالتاكيد مع البعثه، وزي ما انتم شايفين كريم بقى هناك الجو الشتوي عكس الجو في مصر، عارفين الناحيه الجغرافيه لمنطقه الشمال عكس الجنوب في المواسم بالتاكيد سواء الصيف او الشتاء، فبالتالي برحب بزميلي العزيز كريم احمد. مساء الخير يا كريم. برحب بيك طبعا، كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البداية وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي. طيب الأجواء عندك واضح إن الجو عندك ساعة شوية، أنا عارف مع حلول الظلام درجة الحرارة ممكن تنزل لحوالي 7 درجات أو 8 درجات مئوية. النهاردة الجو الصبحي كان عامل إزاي؟ التدريب النهاردة كان فين؟ مقر التدريب أو مكان ملعب التدريب هل قريب من فندق الإقامة؟ آخر الترتيبات، مدى التعاون اللي ممكن يكون موجود من مسؤولي نادي سان داونز، وابرز الحاجات اللي انت لمستها من خلال بعثه الاهلي واللاعبين سواء على الطياره او اول ما وصلت فندق الاقامه. الحقيقه طبعا زميلي محمد في البدايه كل الاجواء يعني مؤشر كبير جدا ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكرمنا في هذه المباراه. احنا طالعين من القاهره، واضح التركيز الكبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الاداره، واتكلمنا على الامر الخاص بتوفير الطائره الخاصه والرحله الشاقه، رغم توفير طائره خاصه لكن الرحله استغرقت يا محمد اكثر من 8 ساعات، رحله شاقه جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن اللعيبه واضح تركيزها بشكل كبير جدا لهذه المباراه، عارفين ان التسعين دقيقه الثانيه بتكون مختلفه بشكل كبير جدا عكس التسعين دقيقه الاولى. ربنا كرمنا الحمد لله في الشوط الاول، لسه بقى الشوط الثاني محتاج ترتيبات فنيه وترتيبات ذهنيه وبدنيه وروح كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي بنراهن عليها في كل مباراه، ومع مرور الايام ان شاء الله زميلي محمد بس ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من الاصابات، ومع مرور الايام باذن الله وموعد المباراه يوم السبت ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي. الرحله زي ما قلنا طبعا يا محمد يعني 8 ساعات وصلنا الى بريتوريا، يعني فندق الاقامه مش الفندق المعتاد اللي كان فيه بينزل للنادي الاهلي، لكن فندق جيد بيساعد بشكل عام للنادي الاهلي على التركيز، كل طبعا الجهاز الاداري من اول كابتن سمير، كابتن ماهر عبد العزيز، كابتن الإداريين اللي بيقوموا بدور كبير جدا بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الخبره الكبيره طبعا في الاداره ومدير الكره الواعي بشكل كبير جدا، وبيحاول كل كبيره وصغيره يكون واقف عليها في مباراه مهمه. وفي جنوب افريقيا تحديدا انت عارف محمد في بعض المحبين هنا في جنوب افريقيا، وانت كنت متواجد اكتر من مره وعارف الناس المصريين هنا بيخدموا للنادي الاهلي ازاي وبيحبوا للنادي الاهلي ازاي، فكل الامور دي ان شاء الله مديانا مؤشر كبير ان ربنا يكون موفق لعيبه النادي الاهلي. وايضا كمان الجو العام، الجو العام يمكن انت ذكرت، انا عايز اقول لك ان محمد امبارح درجه الحراره كانت 7 يعني، وتوصل كمان 6 وتوصل كمان 5، فامر طبعا يعني ما بنشوفوش بشكل كبير جدا في مصر، اه بنشوفه على فترات لكن ما بنشوفوش، امر بيكون صعب في جنوب افريقيا على طول، احنا عارفين افريقيا بيكون الجو حر الرطوبه عاليه، لكن الجو صباحا 3 عصرا بتوقيت المباراه الجو كان مميز جدا، في شمس لكن مش الشمس القويه، شمس في بروده، شمس في هواء، ده جو كوره كويس جدا يساعد لعيبه النادي الاهلي على اداء مباراه تكتيكيه وبدنيه وذهنيه كبيره جدا، وده اللي ان شاء الله باذن الله بنامله من لاعبي النادي الاهلي. النهارده محمد التدريب الاول لفريق النادي الاهلي كان على الملعب الخاص طبعا بيه المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا، انت عارف هو قريب شويه من فندق الاقامه، يعني نقدر نقول 17 او 18 دقيقه من فندق الاقامه مع وجود التامين، يعني ايضا كمان امر التامين ده مهم جدا لان الساعه 3 او الساعه 2 تحركنا بيكون بعض الزحام شويه، لكن الحمد لله الامور بتكون طيبه جدا، وصلنا الحمد لله في ميعادنا، لكن الجرعه التدريبيه ما كانتش قويه محمد النهارده، انت عارف يعني المجهود الكبير بالنسبه لرحله الطيران كانت امس كانت كبيره جدا وقويه جدا على لعيبه النادي الاهلي، فالنهارده يمكن مستر بيتسو موسيماني حب ان هو يعمل تدريب خفيف، تدريب بيحاول ان هو يعمل ريكفري لعيبه النادي الاهلي، بعض المربعات حاجات بسيطه جدا كلها فيها نوع من الفن، فيها نوع من اللي ان هو طبعا ما بقاش فيه ستريس على اللعيبه، ما بقاش فيه تكتيك، ما بقاش فيه كروسات الحاجات الكبيره جدا دي، لان اللود كان كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي امس، لكن غدا ان شاء الله يكون التدريب الرئيسي والاساسي والاول لفريق النادي الاهلي على ايضا كمان هو ملعب المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا. الامور مطمئنه محمد حتى هذه اللحظه بالنسبه للجو، بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، بالنسبه لحاله التركيز اللي احنا شايفينها، وبالنسبه كمان للاجتماعات المكثفه من بيتسو موسيماني المدير الفني مع الجهاز الفني بالكامل، الكل بيعد، الكل بيتابع فيديوهات على طول بيتفرجوا عليها، على طول بيتكلموا مع اللعيبه، فالحمد لله يعني نقدر نقول اليوم الاول حتى هذه اللحظه ماشي بشكل طيب جدا، يا رب ان شاء الله يستمر حتى يوم الجمعه يوم المؤتمر الصحفي اللي بيسبق المباراه ب 24 ساعه، ويوم السبت ان شاء الله بقى يكون لكل حدث حديث وكل لعيبه النادي الاهلي في قوه كبيره جدا، وايضا كمان على قدر المسؤوليه زي ما عودنا لعيبه النادي الاهلي. زميلي معاك محمد كريم، زميلي العزيز كريم احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، لسه عندنا بالتاكيد تغطيه خلال الثلاث ايام القادمه، هسالك بقى الفتره الجايه بقى على الاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه وايضا كمان المسافه ما بين فندق الاقامه بعد تغييره بالتاكيد عكس ما كانت في الرحلات السابقه، والمسافه ما بين الفندق وملعب التدريب ممكن تكون قد ايه، لسه في كلام كتير لكن بالتاكيد مع وجود البعثه في بريتوريا هيكون في تفاصيل اكتر خلال الايام القادمه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند وفقره ترند الاهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات بالتاكيد او فقره ترند الاهلي. نروح مع بعض ونشوف مع بعض بوابه اخبار اليوم على تويتر. قالوا ان في اجراءات احترازيه مشدده لبعثه الاهلي في جنوب افريقيا للوقايه من فيروس كورونا. الاهلي بيطبق في خلال هذه الرحله نظام البابل، نظام الفقاعه الطبيه، نظام الكبسوله اللي كان موجود في كاس العالم للانديه. هتكون موجود داخل اوتيل، مفيش اي تحركات الا من فندق الاقامه الا الى ملعب التدريب ثم العوده ثم ملعب المباراه ان شاء الله يوم السبت، لان نفس النظام ده هيكون موجود في مباراه السوبر الافريقي ابتداء من يوم 25 مايو. عشان كده الفريق هيسافر بعد جنوب افريقيا الى مباراه السوبر الافريقي مباشره عشان يكمل نظام الفقاعه الطبيه استعدادا للقاء السوبر ده، حرصا على سلامه اللاعبين والجهاز الفني وكل افراد البعثه، احتياطا طبعا بالتاكيد من فكره الاجراءات الاحترازيه وفيروس كورونا، خاصه ان جنوب افريقيا في سلاله جديده، فبالتاكيد لازم تحافظ على الجميع خاصه قبل المباراه ثم باقي الاستحقاقات القادمه. طيب نكمل مع بعض ايضا كمان معايا من خلال الوطن سبورت على حسابهم الرسمي على تويتر، موسيماني يدرس الدفع بثلاث لاعبين في وسط الاهلي امام سان داونز. هي وجهه نظر من خلال متابعتهم للتدريبات بيقولوا ان ممكن بيتسو موسيماني يدفع بعمر السوليه واليو جانج واكرم توفيق للحفاظ على طبعا يعني قوه وصلابه دفاع خط الوسط امام سان داونز، اللي بالتاكيد ما قداموش بديل الا ان هو يحرز ثلاث اهداف، فهيكون فيه هجوم قوي جدا من بدايه المباراه. طبعا ما حدش لسه عارف التشكيله هيبقى ايه، فكر موسيماني في هذه المباراه ممكن يكون ايه. مباراه الذهاب بدا بالسوليه وديانج، لكن في النهايه بيتسو موسيماني بيحضر بشكل كويس للمباريات الكبيره، ممكن ما تشوفش اداء لكن في النهايه بيعرف يتعامل وبيطلع من المباراه هو عايز ايه واللي يقدر يكسبه من خلال هذه المباراه. وشفنا في المباريات السابقه ازاي موسيماني حتى لو ما فيش اداء والبعض مش راضي عن الاداء، لكن في النهايه بتوصل النتيجه وبتحقق الهدف اللي انت عايزه. ممكن دي كانت ابرز حاجه متعلقه بترند الاهلي والحديث عن مباراه سان داونز والاهلي يوم السبت القادم. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. مشاركه الجماهير والمتابعه من خلال السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه على وجه رسالتك للاعب الاهلي قبل مباراه سان داونز. مصطفى عطا بيقول نحن كاهلاويه نفتخر بكم وانتم على قدر المسؤوليه، العبوا بروح الفانيلا الحمراء ولا تخشوا احدا فانتم ابطال القاره. مصطفى سعيد بيقول انتوا كلكم رجاله من اول اصغر واحد في النادي لحد اكبر واحد، ربنا معاكم ويوفقكم وان شاء الله ترجعوا بفوز كبير. كمان محمود فؤاد بيقول العبوا بروح الفانيلا الحمراء افريقيا للكبار. احمد بيقول كونوا رجالا كما عودتونا، العاشره يا ابطال. العاشره باذن الله يا ابطال في ختام هذه البطوله ان شاء الله. باذن الله هيكون في متابعه حيه لكل الاخبار والاستعدادات لمباراه سان داونز، وباذن الله الفريق يكون موفق في مباراه السبت. غدا نلتقي في حلقه جديده واخرى من برنامج الترند. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه. شكرا والى اللقاء.